السلام عليكم يا ثالث، كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم هو الثلاثاء، التاريخ 27 من شهر 10 2020. أخذنا يا صغاري في الأمس عن همزة الوصل، وقلنا أن همزة الوصل هي همزة تكتب ولا تلفظ عند وصل الكلام، لكنها تكتب وتلفظ في بداية الكلام أو بداية الكلمة. وأخذنا أن شكل همزة الوصل هكذا، هي ألف بدون همزة، ألف بدون همزة، فنقول أيضا عنها ألف الوصل أو همزة الوصل. وقلنا أيضا أن للتعريف الألف فيها تعتبر همزة وصل. هيا يا صغاري لنأتي ونتعرف على همزة الوصل أكثر من خلال هذه الفقرة. لنقرأ: يا شباب اليوم، أنتم الآن في مرحلة الطفولة، وغدا ستكونون شبابا ثم رجالا، فاتجهوا من اليوم نحو مستقبلكم، وغذوا عقولكم بالقراءة، واتخذوا العلم وسيلة إلى إرضاء الله تعالى. لنتعرف يا صغيري، قلنا على همزة الوصل. لنأتي إلى كلمة اليوم، قلنا للتعريف الألف فيها تعتبر همزة وصل. أيضا كلمة الآن هي التعريف، لكن الألف فيها هي همزة وصل. فهل لفظتها؟ هل لفظت همزة الوصل؟ هل لفظتها؟ لم ألفظها، إذن لم ألفظها، فقلت أنتم الآن، أنتم الآن، فلم ألفظ الألف. في مرحلة الطفولة، هنا أيضا الطفولة، لم ألفظ هنا الألف، لم ألفظ الألف، فقلت الطفولة، لكن هنا تكتب لكنها لا تلفظ. وغدا ستكونون شبابا ثم رجالا، فاتجهوا، أيضا هنا ألف الوصل أو همزة الوصل لم تلفظ، لم تلفظ. اليوم أيضا هنا للتعريف الألف فيها قلنا هي همزة وصل أو ألف وصل. نحو مستقبلكم، وغذوا عقولكم بالقراءة، أيضا هنا بالقراءة هي للتعريف، فهي همزة وصل لكنها لم تلفظ. واتخذوا، واتخذوا أيضا هنا، هل لفظت الألف؟ لم ألفظها. واتخذوا العلم أيضا هنا للتعريف الألف فيها قلنا لا تلفظ. إلى إرضاء الله، هل لفظت هنا الألف؟ لم ألفظها، إذن هنا لم ألفظها، فقلت إرضاء الله، الألف هنا لا تلفظ. وبعد أن تعرفنا على همزة الوصل بشكل موسع ومفصل، الآن سنأتي إلى همزة تسمى همزة القطع. همزة القطع، همزة القطع هي همزة تكتب وتلفظ، فتكتب ألف مهموزة حركتها الفتح إذا جاءت مفتوحة، وأيضا ألف فوقها همزة مضمومة إذا جاءت مضمومة، وأيضا ألف تحتها همزة حركتها الكسرة إذا جاءت مكسورة، فألفظها كالتالي: أ أو إي. إذن أشكال همزة القطع هي الأ فوقها همزة ومفتوحة، أو فوقها همزة ومضمومة، وإي تحتها همزة ومكسورة. إذن هذه هي أشكال همزة القطع. لو أردنا أن نثبت ذلك بأمثلة حتى نستنتج من هذه الأمثلة القاعدة التي نريدها، لنأخذ الجملة الأولى: أبدأ يومي بذكر الله. هنا بدأت كلمة أبدأ بهمزة قطع، همزة قطع،
لو قلت لك أبدأ، لو أردت أن أتأكد من ذلك، ماذا أقول أو ماذا أدخل عليها؟ أدخل عليها حرف الفاء أو حرف الواو، فإذا لفظت الألف هنا فإنها همزة قطع. لو قلنا وأبدأ وأبدأ، هل لفظت أنا الألف هنا؟ نعم لفظتها، فقلت وأبدأ فأبدأ، إذن هنا لفظت الألف فتعتبر همزة قطع. أيضا جاءت هنا همزة القطع في نهاية الكلمة، انظر يا صغيري، هيا هنا جاءت الكلمة الهمزة القطع في نهاية كلمة أبدأ، فجاءت الهمزة مضمومة. نأتي إلى الجملة الثانية، قرأت الدرس بصوت واضح، قرأت الدرس بصوت واضح. هنا الألف في وسط الكلمة أيضا تعتبر همزة قطع، انظر هيا، هل رأيتها؟ هل رأيتها؟ إذن هنا همزة قطع. الجملة الثالثة، سمعت نبأ سارا أسعدني، انظر إلى كلمة نبأ يا صغيري، ماذا تلاحظ؟ أن الألف أو همزة القطع جاءت في نهاية الكلمة، فأيضا هنا تعتبر همزة قطع. إذا نستنتج من هذه الجمل الثلاث أن همزة القطع تكتب وتلفظ وتأتي في مواقع عديدة، تأتي في بداية الكلمة، وتأتي في وسط الكلمة، وتأتي في نهاية الكلمة، لكن همزة الوصل قلنا تأتي فقط في بداية الكلمة، مثل استيقظ، وأيضا تأتي في ال التعريف، الألف في ال التعريف تعتبر قلنا همزة وصل، لكن إذا وصلت مع الكلام فإنها لا تلفظ. أما همزة القطع تأتي في بداية الكلمة، وتأتي في وسط الكلمة، وتأتي في نهاية الكلمة، لكنها تلفظ في جميع الحالات. إذا أردنا أن نتأكد قلنا من همزة القطع فإننا ندخل عليها حرف الفاء أو حرف الواو، فنقول وابدأ وأبدأ وأبدأ، أو نقول مثلا أقلم، لو قلت لك أقلم أقلم أقلم. نأتي لكلمة أقلم، لو أردت أن أتأكد أنها همزة قطع أم وصل فأقول وأقلم وأقلم، هل لفظت الألف هنا الهمزة؟ نعم لفظتها، فهي تعتبر همزة قطع. أما لو قلت استيقظ، هنا ماذا أقول؟ واستيقظ، هل لفظت الألف هنا؟ لم ألفظها، فأقول هي همزة وصل. هل عرفت يا صغيري كيف تفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ إذن بإدخال حرف الفاء أو الواو على الكلمة، فإذا لفظت الهمزة فإن الكلمة أكتب فيها همزة قطع، أما إذا لم تلفظ الهمزة فإنها تعتبر همزة وصل. وسنقوم إن شاء الله بعمل جدول للتفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع، سأشرحه لكم. هيا يا صغاري لنفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل وهمزة القطع، هيا بنا. أخذنا أن لكل همزة شكل وطريقة كتابة ولفظ وموقع، وعند وصلها بالواو والفاء، وأخذنا عليها أمثلة، والآن سنأتي إلى التفريق بينهما.
نأتي إلى شكل همزة الوصل. همزة الوصل هنا تكتب ألف بدون همزة، وهمزة القطع تكتب ألف فوقها همزة أو تحتها همزة. إذن فأقول أ أو إي. إذن هذه أشكال همزة القطع: هم ألف فوقها همزة مفتوحة، أو ألف فوقها همزة مضمومة، أو ألف تحتها همزة مكسورة. نأتي إلى الكتابة. أين تكتب همزة الوصل؟ هل تكتب أم لا تكتب؟ إذن تكتب همزة الوصل. أما همزة القطع هل تكتب أم لا تكتب؟ أيضا تكتب، قلنا أنها تكتب وتلفظ. نأتي إلى اللفظ. همزة الوصل في اللفظ قلنا تلفظ في بداية الكلام فقط، فأقول استيقظ إي. أما عند وصل الكلام فإنها لا تلفظ. عندما أقول والبيت، والبيت هل لفظت الألف؟ لم ألفظها. هنا همزة القطع تلفظ في بداية الكلام وعند وصله. إذن همزة الوصل فقط في بداية الكلام، أما عند الوصل فإنها لا تلفظ. أما همزة القطع، همزة القطع عند بداية الكلام وفي وصله فإنها تلفظ. نأتي إلى موقعها. موقع همزة الوصل تأتي في بداية الكلام فقط، ولا يوجد في وسط الكلمة أو آخرها. أما همزة القطع فإنها توجد في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها. عند وصل همزة الوصل أو القطع بالفاء والواو، نريد أن نرى ما هو الفرق. همزة الوصل عند وصلها بالفاء أو الواو فإنها لا تلفظ، فأقول واستيقظ واستيقظ فاستيقظ. أما هنا همزة القطع فأقول تلفظ أو تنطق عند وصلها بالفاء أو الواو. إذن في حال قلنا الفاء أو الواو مع همزة القطع فإنها على الحالتين تلفظ، فأقول مثلا أرسم، أرسم مثلا. كلمة أرسم لو قلت وأرسم وأرسم فأرسم، هنا لفظت الأ أ أ فأقول أ. إذن همزة القطع تلفظ عند نطقها في مع وصلها بالفاء أو الواو. نأتي لأمثلة على ذلك. لو قلنا مثلا الهاتف، قلنا أل للتعريف تعتبر الألف الموجودة فيها هي همزة وصل. كلمة استعمل، استعمل هي ألف وصل، لم أضع لها همزة. أيضا كلمة ابن، ابن هنا أيضا كلمة ابن هي همزة وصل أو ألف وصل. كلمة أرسم، أرسم، انظر يا صديقي إلى الكلمة هنا، هي فعل أمر، فعل أمر، فلم أضع همزة على الألف فاعتبرت همزة وصل. لو أردت أن أختبرها بالفاء أو الواو فأقول فرسم، فرسم، هل لفظت الألف؟ لم ألفظها. هنا همزة القطع لنأخذ أمثلة عليها. أوى، أوى يعني لجأ. أوى هنا همزة القطع أتت في بداية الكلمة. ملجأ، ملجأ، هنا همزة القطع أتت في نهاية الكلمة. هنا نبأ أتت أيضا في نهاية الكلمة. كلمة تأخر، انظر يا صغيري أنها أتت في وسط الكلمة. أيضا كلمة أرسم هنا فعل مضارع، فأتت الهمزة القطع في بداية الكلمة فكتبت ولفظت. هناك كلمات يا صغيري تكون تحتوي على همزة وصل وهمزة قطع في نفس الكلمة. مثلا كلمة امرأة هنا في البداية همزة وصل، أما في وسط الكلمة فهي همزة قطع. الأصدقاء، كلمة الأصدقاء قلنا ألف التعريف الألف فيها همزة وصل، لكن الأصدقاء الأ هنا في وسط الكلمة اعتبرت همزة
قطع، فقلنا همزة وصل في كلمة في بداية الكلمة، وهمزة قطع في وسط الكلمة. هنا احتوت على همزتين. أتمنى يا صغاري أن تكونوا قد أتقنتم التفريق بين همزة القطع وهمزة الوصل، وإن شاء الله نلقاكم بخير في حصة قادمة. إلى اللقاء.